السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكون اموركم كامله بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكر الناس اللي انضموا للقناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. صراحه كنفرح بزاف فين كيدخلوا ناس جداد وكتعجبهم القناه، كنقول لكم مرحبا بكم. اما الناس القدام راهم مالين الدار، مرحبا بكم حتى نتوما ايضا. اول حاجه كما كتشوفوا اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الروتين اللي كنديرو في العشيه، كيعاوني بزاف في الشغل ديال الصباح. الروتين ديال العشيه كيعاون بزاف في الصباح، كتكوني خصوصا هاد اليامات كيكون نهار قصير، دونك كنحاول انني نقسم شغلي باش هكا ما نتدركش. اول حاجه بديت بالماكينه، درت فيها هاد لي زيسبا اولا سبرديلات، درت عليهم واحد الخميره كيماويه، ممكن ديروا بيكربونات دو صود، ودرت الخل الابيض. بيكربونات اولا الخميره كيماويه والخل كيتفاعلوا كيخليوا لينا سبرديلات البويض كيتنقاو. حاولوا انكم ما ديروش لهم جافيل، لان جافيل مع الموت كترجع بالصفوريه، يعني ديك البيوديه ما كتبقاش بيضه، كيوليو صفرين. دونك هنا استعملوا غير الخل الابيض وخميره كيماويه اولا بيكربونات دو صود. هنا خدمت الماكينه كما كتشوفوا، من بعد ما درت المعطر اللي كان نستعمل انا كاليو، ودرت تيد ليكيد، غادي نخدم الماكينه ديالي، غادي ندير لها لا فابور باش هكا ينشفوا ليا ويتعقموا ليا لي زيسبا. مباشره هنايا دزت باش ندوز هاد الميعنات هادو. كما قلت لكم هذا الروتين هذا بديتو معكم مورا الوجبه ديال الكوتي، كما كتشوفوا كنغسل معكم الميعنات ديال الكوتي، كنحاول انني كل حاجه نرجعها بلاصتها باش هكا نخدم العشاء ديالي اولا ندير العشاء ديالي على نقا. الميعنات غير كيتعرموا، يعني خاصنا ضروري نتبعوهم باش هكا تبقى لينا كوزينه مجموعه. هنا مورا ما جمعت الميعنات دزت هنايا، من بعد ما غسلت هذيك القريعه كانت مغسوله نهار قبل، حاولت انني نعمرها هنا بالزيت البلديه كما كتشوفوا، يعني كنحاول انني نحتفظ بالزيت البلديه في هاد القريعه ديال الزيت. كنت صراحه خديتهم من اوريفلام، قريعه زوينين عمليين، فيهم داك الروبيني الصغير، انا حاولت انني غير نزرب حليتها من الفوق. عمرت هاد القريعه، مسحتها، حطيتها، غادي نحطها بليستها وندوز ليطاب الاخرى. كما قلت لكم كنحاول انني نطرف هكا وهكا باش هكا يبقى على يدي كلشي نقي وما نتغلبش، يعني ما كنحتاجش شخصيا، انا ما كنحتاجش التخمال الكبير اولا التنظيف العميق الكبير. كتبقى يدي على الحاجه، كل مره كنبدا ندوز يدي على الحاجه نمسحها نغسلها ننظفها نعقمها ايضا باش هكا كلشي كيبقى ليا نقي. ومره مره فين كندير واحد التنظيف اللي هو كبير بالنسبه للالات الكهربائيه اولا المسح ديال الحيوط، كنحاول انني نبقى يدي على الحاجه. من بعد ما مسحت ديك لي زيطاجير الطاجيره كما كتشوفوا، استفدت داكشي اللي كنحط فيها حطيته. دزت هنا من بعد ما غسلت هاد الزليفه هادي ديال الزاج، كانت وسخات ليا وتسالى منها العسل، غسلتها مسحتها ودرت فيها العسل. دزت هنا نعمر هاد الشبيكه هادي بالفرماج، يعني هاد الشيء راه بسيط ولكن كنحاول انني نحيدو عليا باش هكا تبقى كل حاجه شاده بلاصتها ونربح الوقت. اهم حاجه هي انكم تربحوا الوقت. انا حطيت الفرماج حطيته في بلاصتو في الثلاجه، سدت الثلاجه، كانت هنا الماكينه سالات كما كتشوفوا. صراحه خرجوا سبرديلات نقيقين، معقمين، ناشفين. ديروا هذيك الطريقه ديال بيكربونات دو صود اولا خميره كيماويه والخل الابيض، شوفوا كي تترجع السميره كترجع جديده ونقيين. كتعرفوا الوليدات كيكرفصوا
الصبر ديالات هادو راه كانوا حالتهم لدرجه ولاو قهويين بالوسخ. بالنسبه لهاد الصبر ديالها راه اللون ديالها اصلا بيج، يعني ماشي ابيض فونسي، يعني لونها بيج. هنا كنحيدو من الماكينه باش نحطو مكا في السرجم، نضرب فيهم الشمس ويتهواو ليا. انا كنت طرافت الكوزينه كما كتلاحظوا، جمعتها مسحتها خليت الماينات كيتسقطرو باش ندوز نحضر الوجبه ديال العشاء. الوجبه ديال العشاء اللي غادي نحتاج معكم اولا اللي غادي نحضروا مجموعين هي واحد لاسوب ازياتيك بالخضر وفواكه البحر. هنايا خديت الجزر، خديت جوج خيزويات وجوج قريعات اولا الكورجيت. غادي نحكم في هذه الحكاكه، هذه الحكاكه كيبقى لكم على حساب، ممكن ديروهم غلاض اولا رقاق. انا حاولت انني نديرهم رقاق باش هكا ما يبانوش بزاف في لاسوب. لاسوب بالخضره ولكن ما كيبانش فيها، ما كتبانش فيها الخضره. حكيت هنايا خيزو، حكيت الكورجيت على هذا الشكل. هذا غادي ندوز ندير لهم الزيت النباتيه، وغادي ندير لهم شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال العطريه ديال الحوت، وغادي نحطها على عافيه متوسطه. نضيف شويه ديال اولا القليل من الملح ونحرك المكونات مزيان حتى كتشحر لينا ديك الخضره وكتلبى لينا بديك العطريه اللي درنا ليها. هنا غادي نضيف لاصوص الصوجا، يعني معلقه تقريبا كبيره ديال لاصوص الصوجا. وهنايا خديت من بعد ما غليت الماء كبيته على واحد المربع ديال الشعريه الصينيه ديال الارز باش هكا تطلق لينا وتحل لينا ديك الشعريه. هنا كنوريكم هاد الفطر الاسود اولا لي شامبينيون نوار، كناخذهم صراحه دي شاسي زوينين. كتشوفوا الشكل ديالو كما وريت لكم، الشكل كيكون بحال عارفش كيكونوا قاصحين شويه هما واللون ديالهم اسود. خديت واحد الكميه لا باس بها، درتها في زليفه وكبيت عليها الماء، خليتها ترقد على جنب. دزت هنايا مرقت الطنجره ديالي، غادي نضيف الربيع وغادي نغطيها هذا تشحر لينا شويه اولا تطيب لينا واحد شويه ديك الخضره. غادي نزيد هنايا شويه ديال البوزروك وشويه ديال القمرون، ممكن ديروا كالامار، ممكن ديروا سيبيا، ممكن ديروا بيرات ديال الحوت، كيبقى لكم الاختيار. انا كان متوفر عندي شويه ديال القمرون وشويه ديال البوزروك، ضفتو لاصوب ديالي. هنا كانت الشعريه كما كتشوفوا تفكات، ولي شامبينيو كيتزاد اولا كيتضاعف الحجم ديالهم، كيوليو على هذا الشكل. هذا غادي نغسلهم ونصفيهم مزيان، راه كيكون فيهم شويه تراب، صفيهم وغسلوهم مزيان مزيان. هنا خديت مقص بديت نقطع في لي شامبينيو باش هكا يكونوا طراف صغار، ما يبقاوش دوك طرافي كبارين. وغادي نضيفهم للطنجره اولا لاسوب ديالي. كما كتشوفوا راها كتغلي، هنا راه الحوت ديالي علين يطيب. غادي نضيف ليه هاد لي شامبينيون نوار وغادي نحرك. كما كتشوفوا كتجي هاد لاسوب رائعه واقتصاديه وبنينه، اهم حاجه بنينه، ممكن تعتمدوا عليها كما اعتمدت عليها انا في الوجبه ديال العشاء، جات زوينه بزاف. هنا ضفت الفيرميسيل اولا شعريه الارز من بعد ما قطعتها حتى هي طروفه، ممكن انكم تدوزوها في الهشوار، انا غير قطعتها بالمقص فقط. هنا غادي نزيد نمرق الطنجره ديالي وغادي نسد عليها وغادي نخليها تطيب، يعني حتى كيطيبوا لينا دوك المكونات اللي زدنا اللي هي الفيرميسيل ولي شامبينيون نوار. عاد كندوز ندورها بشويه ديال الدقيق، ممكن تدوروها بالدقيق اولا بالنشا، كيبقى لكم الاختيار. هنا غادي نغطيها وندوز على جنب نحضر واحد ثلاثه المعالق ديال الدقيق الفورس، وندير لهم واحد الكميه ديال الماء لا باس بها، وغادي نحرك المكونات. كما كتشوفوا هنا راه درت غير ثلاثه المعالق ديال الدقيق باش هكا ما تجينيش لاصوب ديالي عاقده بزاف. غادي نحركها مزيان حتى كيذوب لينا داك الكريات ديال الدقيق، وغادي نضيفهم من بعد ما طابت ليا لاصوب ديالي غادي نضيفهم لاصوب على هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا كيجي القوام ديالها خاطر. غادي نزيد هاد الخليط ديال الدقيق والماء وغادي نحرك، وغادي نخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق مع التحريك. حاولوا انكم تحركوه باش داك الدقيق ما يهبطش لكم لتحت ويتحرق. غادي نخليها واحد 10 ديال الدقائق وغادي تكون لاصوب ديالي واجده. هنا بديت تنحط في العشاء ديالي اللي كان خفيف وظريف واهم حاجه صحي وبنين. حطيت هاد الطبيصلات بالزليفات ديالهم
وغادي نوريكم القوام ديال لاصوب كيفاش كيجي، كيجي رائع وما تشبعوش منه صراحه. اتولي معتمده عندكم، وحنا على ابواب شهر رمضان، يعني ما بقى ليه والو ان شاء الله. ممكن انكم تعتمدوا حتى في الطبيله ديال الفطور، كتجي بنينه، كتبدلوا بها هكا لي سوب، كتبدلوا بها حريره المغربيه. حاولوا انكم تعتمدوها حتى في كما قلت لكم في الطاوله ديال رمضان، كتجي بنينه. وصراحه سوب ديال الحوت كتجي رائعه في المذاق. انا كنحاول انني نعمر هاد الجبيبنات ونحطهم. هنايا كان هذا هو العشاء ديالنا، العشاء المتواضع صراحه جابنين، واهم حاجه خفيف. كما كتشوفوا لاصوب ديالنا كتكون على هذا الشكل، هذا كتكون غنيه بفواكه البحر وبنينه اهم حاجه. كنكون هنا وصلت النهايه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ايضا الوصفه اللي بارطاجيت معكم تنال اعجابكم. ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الحباب والصحاب في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسونيش بواحد اللايكات ديالكم ولي كومونتير زوينين، حتى هما ايضا كيفرحوني. نخليكم مع مقتطفات ديال لي سوب كما كتشوفوا. الى فيديو مقبل ان شاء الله. كانت معكم ابتسام.